كل التحيات لكم اليوم وكل يوم مع مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. لقائنا اليوم طبعا من خلال متابعتكم، من خلال كثير من مراجعاتكم أصدقائي، رح نحاول نضوي على موضوع مهم كثير. ضيفنا اليوم هو زميل لأنه معد ومقدم برامج باختصاصه، ولأول مرة نستضيفه بتلفزيون لبنان بمشاكل وحلول. اسمحوا لي رحب بدكتور كامل وزني، خبير ومستشار اقتصادي ومالي، وهو مستشار سابق من البنك الدولي بلجنة المال والموازنة النيابية. أهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافة. يعني امور كثيره بنحس حالنا نحن بنحكي فيها، ولكن حضرتك انت كمعد ومقدم برامج يعني باهم المحطات اللبنانيه والعربيه والاجنبيه، بهمني اقول انه وقت اللي نحن بنحكي عن مشاكل اقتصاديه مهم كثير انه نكون عارفين نحن وين رايحين، ولكن ببعض الاحيان كثير من الاخبار تستند الى مراجع وتقارير بهذه الامور. من خلال خبرتك قديش مهم نقول هذه الامور قد تكون دقيقه وبتخدم الشكوى او الموضوع يلي نحن عم نحكي فيه واللي قصدته التحليلات الغير دقيقه؟ يعني بالتاكيد بكل مؤسسات القرار على مستوى العالم، يمكن الاهم هو مركز الدراسات اللي بيكون موجود بالمؤسسات. يعني بتطلع انت مثلا بالتسعين كنت انا بالكونغرس الامريكي وعملت استاج يمكن شيء 3 أشهر بالكونغرس الأمريكي. أهم شيء كان بالكونغرس هو مركز الدراسات الموجود بالكونغرس اللي ممول، وأي سؤال أنت بدك إياه كعضو بمجلس النواب تستطيع أن تحصل عليه وتحصل على دراسة. لا. يعني إذا كان موضوع اقتصادي مالي سياسي، أي موضوع في العالم بتفكر عليه هو موجود وأمامك، أو إذا مش موجود في فريق من الدكاترة والخبراء بيعدوا لك هذا التقرير خلال فترة بسيطة. اليوم نحن إذا بناخذ مقارنة بمؤسساتنا، خاصة أنا اشتغلت كمان كنت مستشار للبنك الدولي، اليوم نحن نفتقر إلى هذا الموضوع. اليوم نحن نتحدث عن دولة مؤسسات، لكن المؤسسات هي فعلا غائبة عن المكان. لذلك النواب اللي بيصوتوا على أشياء كثيرة ما عندهم ثقافة اللي عم يصوتوا عليها. يعني حتى القيمين على الوضع وحتى الرؤساء الكتل في أماكن عديدة لأنه فيها تفاصيل كثيرة. لذلك اليوم نحن إذا بتطلع على المشاكل اللي نحن عم نعيشها، يعني طلع مسألة الكهرباء اليوم لحديث هلأ، الكهرباء خلال 26 سنة نحن أنفقنا ما يفوق عن 33 مليار دولار وما في كهرباء، واليوم نتحدث بواخر ولا بنبني معامل. على سبيل المثال كان عندي محاضرة يعني قبل بضعة أسابيع افتتحتها بشيء قرأته بالصحافة الصينية، بتقول أنه عملوا خط قطار مسافته يمكن فوق 250 كيلومتر بخلال 9 ساعات، شغلوا فيه يعني 1500 عامل 9 ساعات. نحن صرنا 26 سنة عم نحاول أنه نبني محطات كهرباء ولحديت هلأ ما نجحنا. إذا بتطلع أنت على السنوات الأخيرة نسبة المشكلة الكهرباء، يعني الكهرباء بتشكل 40% من المديونية بلبنان والهندسة المالية والأمور الأخرى، هذه كلها عم تركب على المواطن مستقبل قاتم. حضرتك يعني أشرت يعني للعجز عندنا نحن بموازنتنا، واليوم نحن يعني الموازنة هي يعني عم تندرس بهذه المرحلة. كان في مؤتمر بالاتحاد العمالي العام من كم يوم، وكان من جملة المعترضين يعني بالمؤتمر على المادة 19 من مشروع الموازنة، أثير هذا الموضوع. معالي وزير المال اتصل برئيس الاتحاد العمالي العام وقال له أنه نحن سحبناها، يعني انسحب فتيل كان مفترض انه يعمل ازمه كبيره جدا لانه راح تكون كانت المواقف تصعيديه. يعني كيف تنظر اذا هذا الموضوع وقت اللي بنقول انه نحن الماده 19 يلي الكتار بيقولوا هي بتسبب دعم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كنا عم نفكر انه نلغيها وما مشي الحال؟ هذا الموضوع كان مطروح بالموازنه بال 2017، يمكن كان رقمها يمكن 54 او 53. مظبوط 54 وكمان سحبت. فلذلك هذه براءة الذمة. أنا كخبير بدي أسألك ليش عم نسعى لحتى نسحبها؟ هلا هي
يعني اليوم الضمان الاجتماعي، المؤسسات الأخرى، ربما في أماكن معينة فينا نضبط الوضع بطريقة مختلفة. يعني نعم. اليوم نحن متجه في مكان معين، هلأ يمكن هيدي الضابطة الوحيدة اللي ممكن أنه نحن فينا نأمن أنه هو أصحاب العمل عم يدفعوا ما يتوجب عليهم حتى يبقى الضمان في أمواله. كل ما بيدفعوا؟ لا أكيد. اليوم التهرب اليوم مش مهني بس عم يدفعوا، المشكلة في لبنان، التهرب الضريبي في لبنان هو الأكبر بين دول العالم. اليوم إذا نحن بس بنكتب بسطر واحد تعريف جديد للضرائب فينا نفوت عليه أموال كثيرة. يعني لما تكون يعني بالضرائب الأمريكية بتقول للإنكم تعريف الدخل from whatever sources derived، يعني من أي مكان ممكن نحصل عليها على دخل، هيدا يكون فيه يعرض على يكون عليه ضريبة. يعني أنا أعطيك مثال، اليوم مولدات الكهرباء بلبنان يعني بتجيب يمكن عندها عائدات من فوق 2 مليار دولار. صحيح. قديه بتدفع ضرائب هذه؟ صفر، ما في. اليوم بقول لك بيقولوا غير شرعيه. اها، واذا بدنا نقبض منها بنكون عم نشرعنا. بس نحن مخلينها ل 30 ل 26 سنه وماشي الحال. لا في بتذكر انا كيس طلعت على المحكمه العليا، واحد تاجر مخدرات بالولايات المتحده. نعم. فبده يعني بالقانون بده هو يتجنب دفع الكلفة لما اشترى المخدرات، طلعت على المحكمة العليا قالوا له هيدي حتى لو غير شرعية بتدفع عليها ضرائب. يعني اليوم لما اقول حسموها، ما هو الجملة هي انا بهي الجملة بجيب لك مليار دولار. يعني هي الانكم الدخل شرعي غير شرعي، بس هيدا فوت مصاري وهيدا المصاري يجب ان تكون عليها ضريبة. طب البعض بيقولوا احنا عم ندفع ضريبة الدخل. هلا في اليوم انت بتطلع على التي في اليوم بلبنان قد ايه في التهرب من التي في اليوم. انت ك يعني اذا انا بس حتى اخذ مقارنه، انا عشت 16 سنه بالولايات المتحده ودرست بالولايات المتحده، انا استاذ جامعي بالنهايه، فتعلم بالحكمه هون. هلا حاليا عم درس صف ام بي اي بالحكمه، بس علمت باي يو بي وعلى برافو بجامعات اخرى. بس هو بن بن بالنهايه انت عم تتحدث عن مجموعه من الضرائب لا تجمع في لبنان، لأنه اليوم لا. العبء هي أنه على الدولة تبرهن أنه هيدا صاحب المصلحة ما عم يدفع ضرائب. بالقانون الأمريكي العالم ما بتخاف لا من الـ FBI ولا من الـ CIA، بتخاف من شيء من اسمه الـ IRS Internal Revenue Services اللي هو قطاع جمع الضرائب، لأنه هناك بيعتبروها أنه إذا ما دفعت الضريبة هي جناية. يعني اليوم إذا التصريح ما في مزاح بهذا الموضوع، لا حبسة أصعب. يعني حبسة قد يصل إذا أنت في عندك بسموه tax evasion. نعم. تهرب ضريبي في الولايات المتحدة قد تصل عقوبتك إلى 20 سنة. فلذلك اليوم لما تعمل أنت قانون ما في داعي أنه أنت كل يوم بتخانق على موضوع مثل براءة ذمه ولا أمور أخرى. بس اليوم لأنه بتعرف يعني الدولة مكسورة ب 2400 مليار يعني للصندوق الوطني، وهيدا بيعمل كارثة اجتماعية. هذا اللي كنت بدي أحكيه، أنه الدولة هي أول وحدة مكسورة لصندوق الضمان، فلذلك طبعاً. في مشكلة بتركيبة الدولة، الدولة فعلا هي مكسورة لأمور عديدة. نعم. ونحن نمر بأصعب مرحلة اقتصادية. نعم. ونحن اليوم عم نتحدث عن أكبر عجز بالنسبة للموازنة، وهذا الرقم في تصاعد. يعني نحن اليوم قربنا مديونية، هلا في أرقام عديدة، في أنا سمعت آخر رقم بال 81 مليار هيدا للدين العام، سمعت كلام من رئيس الجمهورية بيحكي 86 مليار دولار، الرقم الغير معلن قد يكون أكبر من ذلك. أنت فكر خطينا ال 100 مليار يعني الأكبر من ذلك مثل البعض بيقول. طبعا يعني في أرقام بتقول 110 إذا بتاخذ أنت المؤسسات الأخرى، مؤسسة نعم. يعني مجلس الماء والأعمار والمؤسسات الأخرى، تخطينا هذا الموضوع. فلذلك أنت عم تحكي، خلينا نحكي على الرقم اللي موجود اللي هو هذا ال 80 86 مليار، اللي نحن رايحين على 100 مليار. تعرف انه خلال سنتين نحن تكلفة الدين بتصير حوالي 8 مليار دولار، يعني بتصير هي تقريبا 80% من الإيرادات هي خدمة الدين. اليوم يعني ما في أموال، دولة منكوبة. نعطينا النفط الغاز هذا موضوع النفط والغاز ريحنا شوي كلبنانيين. لا هذا قصة طويلة، يعني قصة طويلة، استثمار طويل وعائداته مرتهنة بأجواء سياسية وأجواء أمنية وصراعات إقليمية. يعني احنا اليوم بموضوع مثلا البلوك 9
مع اجى وزير الخارجيه الامريكيه واجى سارفيلد واجى وفي بدنا نرسم هذا الخط، الخط اللي هو بيسمح لنا قد ايه فينا نستخدم من من نعم. من حدودنا حدودنا البحريه، وهذا في عليه مشكله يعني نعم. حتى الان الـ 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 وما تنسى لزمنا اثنين تو بلوكس، نحن ما لزمنا، نحن عندنا 10 يعني. بدك تسال ليه ما لزمنا 8 جس نبض لنشوف كيف بدنا نتعامل مع الموضوع. هلا في يعني هذا اللي انا فيني اقوله، وفي اشياء ثانيه يمكن ما بدي اقولها هلا بهذا الوقت. ليه؟ لانه خلينا نمشي بهذا الطريق حتى نعم. نعطي ما نعطي انطباع، حتى ما نكون سلبيين بالمطلق. لكن اليوم اسعار الغاز عالميا هي في ادنى مستوياتها، فلذلك اليوم ما نعول على شيء ربما لا يأتي بالخلاص للبنان. اليوم البيئة السياسية لهذا النقاش العقيم اللي نحن عم نعيشه بالبلد، هيدا عم يخلق عدم استقرار موجود في البلد. أنا كتبت شيء أنه نحن عم نتحدث الأمن الاقتصادي بيساوي الأمن الوطني، وأيضا حذرت أنه الاحتلال الاقتصادي أخطر من الاحتلال العسكري. اليوم أنا بوجهها للجميع، نعم، لأنه اليوم نحن واصلين. ليش بقول أنا احتلال اقتصادي؟ لأنه بنوصل لمرحلة أنه نحن نسقط كدولة، تجي مؤسسات دولية مثل الاي ام اف، مثل صندوق النقد الدولي، تفرض عليك شروط صعبة. وهيك عم بيصير، وهيك عم بتصير. ونحن وضعنا مش مثل اليونان، اليونان وقبرص مثل بقرنونة، لا، هيدي جزء من المنظومة الأوروبية، هيدي اجت اوروبا غصبا عنا، دفعت لهم وعملت لهم بيل اوت بمئات من المليارات من الدولارات واعادتهم الى مكانتهم، او عم تحاول تعيدهم الى مكانتهم. نحن اذا وقعنا لن ياتي احد لانقاذنا، فلذلك نحن وضعنا اصعب. فلذلك اليوم انا لما كنت اقدم برنامج ومن خلال مقابلاتي العديده، انا كنت ادعي من 5-6 سنين ادعي للطاوله اقتصاديه، انه حطوا السياسيين على جنب، جيبوا الاقتصاديين، خلينا نحكي. انحكى فيها كثير وما صارت. انحكى فيها كثير الطاوله الاقتصاديه. عيننا ماكنزي. من وقت السياسي كنا عم نقول نحن الطاوله المستديره اللي بتحكي سياسه هي اللي بتحكي اقتصاد لحتى نرعى شؤوننا الاقتصاديه، وما صارت. اي ما صارت، كلفنا الشركه، شركه ماكنزي هي حتكتب لنا حتكتب لنا الاطروحه للبنان، يعني كنا احنا كل ما نحن بدنا. ما عندنا نحن؟ ايه. ما عندنا حدا؟ لا، أنا كنت باللجنة، أنا قدمت لهم اقتراحات كثيرة، يعني أنا مثلا لما كنا باللجنة قدمنا عدة اقتراحات. مثلا أعطيك مثال بسيط اللي هو لما كنا باللجنة، كان أنا طالع على محطات تلفزيونية وقدمت للجنة المال الموازنة لما كان برميل النفط على 28 دولار. نعم. قلنا فينا نحن نفوت بأدوات مالية ونضمن أنه نحن ندفع تقريبا شي 30-32 دولار. نعم. لبرميل النفط. نعم. ونضمنه على كذا سنة بهيدا السعر. يعني لهيدي النصيحة، هيدي الادفايس من خبير اقتصادي، هيدا حق 500 مليون دولار اليوم. لا. لأنه برميل النفط اليوم على 64 دولار، بس ما حدا بيسمع لك. في نصائح كثيرة. لا. بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب متعلقة مش اللي دفعناها مباشرة. أنت كنت مع السلسلة بخبرتك؟ لك هلا السلسلة شيء صار يعني، ولكن انا بهمني لانه اول مره انت ضيفنا. السلسلة بمكان معين انشغلت بالسياسة اكثر ما هي مشغولة بالاقتصاد، لانه حتى اللي انشغل عليها ما حدا كان فهمان قد تكلفة السلسلة. هلا السلسلة ما هي اليوم، واليوم صاروا كلهم بالجو صاروا عارفين، وحتى دولة الرئيس طلب الوزارات يعني تخفيض اليوم 20% مصاريف الوزارات، تقريبا 2 مليار دولار تكلفة السلسلة. بس هي السلسلة مش هي بس المشكلة، كمان التعويضات هي المشكلة، اللي هي في تكلفة والأرقام هي واضحة. أي تعويضات قصدت؟ يعني نهاية الخدمة. نعم. لأنه نهاية الخدمة تبنى على طبعا على المعاشات المرتفعة. هو العجز بالضمان، يعني من شوي قلنا 2400 في قسم منه يعني عم بينسحب لحتى نقدر نصرف نحن. فهيدي مشكلة، فهيدي هون المشكلة. نعم. لأنه اليوم عم يناقشوا أنه شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ بعض القطاعات الاساسيه يعني بالمؤسسات، انه بدنا نخفض منها ل 65% من التعويضات. طب لانه البلد لا تحتمل ال 20%. كيف قراتها يعني توجه فيها يعني تعميم من قبل دوله الرئيس الحريري؟ يعني
البعض حذروا يعني وزارة الشؤون يعني كان صريح معالي الوزير ما بيقدر صح. يعني وزارة التربية صح. وزير التربية كان له موقف وانسحب وأدى إلى تخفيض يعني موازنة وزارته وقال أنه نحن مفروض علينا كوزارة ندفع في بعض الأمور يعني ما عم بيكون إلا ترجمة يعني دقيقة للوعود. هلا اليوم إذا بتطلع أنت على العائدات الموجودة نعم. وعلى الصرف يعني على الإنفاقات ما هي يعني معظم هي يا خدمة دين يا رواتب نعم. يعني ما في شيء اسمه استثمارات وأمور أخرى يعني لا تستحق أنه ما في أموال حتى أنت تحجبها عن هذه الوزارات. هلا أنا اللي اقترحته أنه مش أنه تخفيض هذا الجزء أنا اللي اقترحته أنه كمان كتبته تخفيض الفساد أنا كتبته أنه لو نحن أخذ كل فريق سياسي بالبلد وخفض الفساد ب 15-20% بنطلع الإيرادات اللي بده يخفضوها من الوزارة يعني هذا اتهام لكل الفرقاء هذا كلام بيقوله رئيس الجمهورية نعم وبيقوله المسؤولين السياسيين وبيقوله يعني سيادة البطرك هذيك اليوم قبل يومين كان عنده نفس التصريح نعم. وبيقوله ما في سياسي بالبلد بيطلع إلا بيحكي بهذا الكلام فلذلك في إجماع وطني يعني أنت معي اللي بيقوله لا دكتور. بس حتى أقول لك أنه في إجماع وطني نعم ولبناني على أنه في فساد بلبنان يعني أنت معي اللي بيقول أنه ادفعوا السلسلة واعطوا الموظفين حقوقهم ولكن راقبوا وخففوا وحاسبوا بإداراتكم اليوم نحن السلسلة أقرت وأعطيت السلسلة هلأ في أماكن معينة أعطيت لفئات أعطيت 100 فوق 100% عملت مشاكل هي تكلفة كبيرة وعملت خرق بين الطبقات الاجتماعية وخاصة عملت خرق بين القطاع العام والقطاع لا. الخاص فلذلك اليوم هيدي زادت من الفوارق الطبقية الموجودة في لبنان يمكن لبنان يعني بالاقتصاد في يتحمل زيادة بس ربما هيدي الزيادة كانت مشكلة باعتبار أنه هل تستطيع أنه هيدي الدولة اللبنانية بعد 5 سنوات تعطي هيدي المعاشات أو لا يعني هذا السؤال اللي نحن كنا عم نفكر فيه أنه فين أنا في جواب عليها السؤال؟ أنا لما أعطيت أنا كنت أعطيت محاضرة عندك جواب؟ أنا عم بدي أقول لك أنا مبارح حدا اتصل فيي من قطاع التعليم كان عندي محاضرة نعم للقطاع التعليمي نعم بلبنان لمسؤولينه النقابيين نعم وأنا طرحت لهم نفس الإشكالية قلت له أنا ما عندي مشكلة أعطيكم السلسلة إنما بس أنا هل فيني أعطيكم السلسلة وكفي أنه أعطيكم السلسلة لخمس سنين أو أنه البلد حينهار وما في مساري لأعطي حدا منجاوبهم بعد البريك منجاوبهم بعد البريك منجاوبهم بعد البريك أصدقائي بريك ومنتابع سوا مشاكل وحلول خليكم معنا متابعين برنامجنا مشاكل وحلول مع ضيفنا الخبير والمستشار الاقتصادي والمالي دكتور كامل وزني والمستشار السابق من البنك الدولي بلجنة المال والموازنة النيابية دكتور كان عندنا جواب بدنا نسمعه بعد البريك بالموضوع اللي نحن وياك كنا عم نحكيه بهم الأصدقاء أنا بعتقد أنه نحن لمسنا الخطر الجميع يعرف أنه المشكلة أكبر مما يقال وهذا في إجماع عليه من كل المؤسسات لا. يعني من الناس اللي عم يشتغلوا بلجنة المال والموازنة من المؤسسات الدولية من كل الاقتصاديين بيعرفوا أنه نحن وصلنا إلى مكان خطير وخطير جدا لكن الطبقة السياسية بلبنان لا تتعامل مع هذا الموضوع بمكانته وبخطورته فلذلك اليوم إذا نحن ما وضعنا السياسي وهالمناكفات السياسية جانباً واشتغلنا اقتصاديين نحن أمام مشكلة أكبر وعجز أكبر ومخاطر شو أكبر شو عنوان هالمشكلة؟ هذا البلد انهيار البلد لا سمح الله يعني هيك بدنا نفكر ما أنت عم تحكي أنه أنت الأرقام هي اللي بتحكي بالنهاية اللي عم تحكي أنت اليوم أنت عم تحكي عن عجز يقارب يعني لامس يمكن 7.5 مليار انت قد ايه عائداتك انت عائداتك حوالي 10.5 يعني قد ايه بقيلك انت اذا 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 عجزك هالقد نحن عم نحكي عن خدمة دين قد يصل خلال السنوات القادمة اليوم نحن يمكن على 6 مليار خدمة دين يعني طيب لك خبير مالي استشاري اقتصادي شو عندك حل لهذه المشكلة يلي ممكن ما يكون الكلام كثير سهل لأنه الكلام مفترض أن يكون مقترن بالتنفيذ ولكن من خلال الناس تنريح لهم بينهم قبل ما نوصل لمحطة الختام شو عندك فكرة تقدر تريح الواقع؟ يعني إذا بهي الطريقة اللي عم نشتغل فيها نحن اليوم
ما في شيء يريحنا، ما في شيء، لا ما نكذب على حالنا يعني اليوم اليوم في مشكله. هلا البنى التحتيه بلبنان، في بكره مؤتمر كبير حيصير بالفور سيزون. هلا اليوم حكيت انا مع احد النواب اللي كنت انا بشتغل معه وعم اقول له شو الاموال بالنسبه للدعم اللي جينا، قال لي في 3 مليار دولار موجودين بلجنه بالانماء والاعمار، بس ما معهم مصاري لاكفاء الاستملاكات حتى تعمل بنى تحتيه في البلد. اذا بقول لك انا اليوم نحن بحاجة إلى بنى تحتية، نحن بلد سياحي بامتياز، بس عندنا طرقات حتى نحن عندنا بنى تحتية للسياحة في لبنان ما عندنا. أنت بتعرف إذا قاعد بقد ما إذا بتطلع بالوقت الغلط بتعلق ساعتين بالطريق، إذا السائح بده يطلع ويعلق ساعتين، يعني هو ما حيرجع على لبنان، معظم السياحة هي محلية. اليوم إذا بكتبني نحن فينا، إذا بتطلع أنت على السياحة هذا مكون مهم، نحن بدنا نبني بنى تحتية أساسية في البلد، هذا جزء مهم، لكن إذا كان في شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص وتوفرت هذه الأموال، ربما الأموال نصها موجود، لكن كيفية تنفيذها وبطريقة المناكفة، يعني صرنا نحن سنة ونص عم نحكي بواخر ولا بنبني محطات، يعني كنا بنينا المحطات وخلصنا من سنة ونص لهلا، يعني هيدا بس في تجاذبات بالموضوع، ما هيدا السياسة هي اللي راكبة، بس المفارقات انه كثير مواضيع يعني كنا عم نحكي فيها بمراحل سابقة، اليوم كلها انطرحت فرد مرة، يعني أجيرو صار عنده مطالب، الأساتذة صار عنده المطالب، المستشفيات الحكومية صار عنده المطالب وهي محقة، ولكن طرحها دفعة واحدة بوقت واحد اعتصام وراء اعتصام، السائقي والنقل المشترك كمان صار عندهم يعني مطالب، كل هذه الأمور دكتور كامل تفجرت بوقت واحد. أنا بحب أعطي الناس كلها مصاري، نعم، بس بالنهاية هل أنا قادر أنه أعطي مصاري للناس؟ هل الدولة عندها أموال تعطي للناس مصاري في هذا الوقت؟ طب بقولوا مسؤولية الدولة، بقولوا أنا ما بدي أقدر، الدولة هي بدها تخترع، بس الدولة إذا هي إذا الدولة هي بعجز ومديونية وتفاقم المديونية من وين تجيب مصاري؟ اليوم الدولة هي مثل عائلة، أنت بدك تمشي قد قدرتك، فلذلك اليوم نحن بهالسلسلة نحن تخطينا قدراتنا مع أحقية كل المطالب للقوى العمالية الموجودة في لبنان، يعني وعملنا هذا الشرق. يعني النفط هو الأمل الوحيد هلأ عندنا؟ الغاز، الغاز هو عم تحكي 10 سنين، ما في عائدات قبل ذلك، في قطاعات كتير. طلع أنت على قطاع الدخان، الدخان بفوت 350 مليون دولار، وفي تهرب تقريبا 50%، لو نحن بس ضبطنا قطاع الدخان فينا نفوت 500 مليون. في قطاعات أخرى بالجمارك، هاي الجملة اللي بس أعطيتك إياها أنا، نعم، هيدي الجملة البسيطة هيدي بتفوت لك بين 500 مليون. نرجع نعيد الجملة للأصدقاء اللي كانوا ما عم بيتابعوا. طبعا هاي الجملة هي تعريف شو هو الدخل، حتى نحن لأنه بالنهاية بدنا نعرف الدخل، إنه الدخل هو من أي مصدر أتى، يعني حتى نرجع نعطي المقارنة. نعم. اليوم مثلا مولدات الكهرباء اللي ما عم تدفع هي لأنه ما بده يشرعوها، هيدا بهذا التعريف بتفوت على دفع الضرائب، هيدا يمكن تفوت لك 100 200 150 200 200 مليون دولار. في بالمرفأ في أمور بس أنت بتعمل لها صياغة ووقف، يكون في اتفاق جنتلمان بين الأفرقاء السياسية، يا أخي خلينا نوقف السرقة أو الفساد. نعم. بس 20% ما بدنا نوقفه بطريقة كلية، ما تم الجميع مجمع انه في فساد وسرقة، خلينا نحن نجمعه ونقول خلينا نوقفها 20% فينا نضبطها، يعني نحن بسهولة فينا اذا اتفقنا بطريقة بدون ماكنزي وبدون كل هاي الافرقة فينا نجيب مليار لمليار ونصف دولار اضافي لتخفيض الدين في لبنان. ان شاء الله يا رب. دكتور انا فرحت بهذه الاطلاله الاولى معك، ان شاء الله مره ثانيه بيكون الوقت اطول لحتى نقدر نستفيد اكثر من خبراتك. انا بدي اشكرك واقول لك اهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان. شكرا. اصدقائي ضيفنا كان دكتور كامل وزني الخبير والمستشار الاقتصادي المالي، ومعه بننهي حلقه اليوم، تشوفكم بكره بحلقه جديده ان الله رضى. طبعا الى اللقاء.